الرسالة التي يحملها أوباما تتضمن الدعوة لمصالحة بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية، وهو ما سيركز عليه في خطابه اليوم في القاهرة. خطاب الرئيس الأمريكي للعالم الإسلامي هو نقطة الذروة في سلسلة مقاربات بدأت في خطاب التنصيب. إلى العالم الإسلامي نقول إننا نسعى إلى مسيرة جديدة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. معادلة أوباما الجديدة خصوصا تبادل الاحترام تأتي ردا على سنوات من العلاقات المتوترة بدأت خصوصا مع هجمات 11 من أيلول 2001. It's time for a different kind of relation. حان وقت إقامة علاقات مختلفة حيث يحترم الغرب العالم الإسلامي ويحترم العالم الإسلامي الولايات المتحدة، ولكن لا يجب أن تقسمنا الخلافات. أخذ الرئيس الأمريكي على عاتقه مهمة التواصل مع العالم الإسلامي، وهو سارع بعد خطاب التنصيب إلى توجيه رسالة ثانية من خلال العربية ليؤكد ويوضح ما يفعل. مهمتي أن أقول للشعب الأمريكي أن العالم الإسلامي مليء بأشخاص مميزين يريدون ببساطة أن يعيشوا حياتهم ويريدون حياة أفضل لأبنائهم. مهمتي لدى العالم الإسلامي القول إن الأمريكيين ليسوا أعداءكم. لا يتردد الرئيس الأمريكي ومساعده في التحدث عن أن في عائلة أوباما مسلمون، وهو مولود لأب مسلم وأم مسيحية، ويعتبرون هذا الإرث جزءا مهما يساعد على نجاح مهمته. إنه يقوم بعمل جيد جدا حتى الآن، ولكن هناك الكثير مما يجب إنجازه. إنه يقوم بعمل جيد جدا بالفعل، خصوصا عندما توجه إلى تركيا وتحدث عن عمق الخلافات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. ولكن دعوني أقول بوضوح بالغ، الولايات المتحدة ليست ولن تكون أبدا في حرب مع الإسلام. ربما تكون هذه أهم جملة قالها أوباما على الإطلاق، لكن ما يريده العالم الإسلامي أيضا هو موقف واضح من قضية السلام وإسرائيل. It's time for specifics. حان وقت التفاصيل وأن تقول إدارة أوباما ما تريد أن تفعله من خلال خبراتها ومساعدتها وقدرتها السياسية وقوتها الأمنية. المطلوب من الخطاب كثير، أما الرئيس أوباما فيستعد لإلقاء هذا الخطاب ليكون خطابا تاريخيا.